الفعاليات اللي تنفرد في إمارة الشارجة عن غيرها، ونقطة جذب للسياح وانتعاش للسياحة في الشارجة. شيء رائع. الشارقة صباغة بهالأشياء الحلوة. قيمة إضافية أو قيمة للسياح يستمتعون فيها. هذا ثاني مرة بشوفه، السنة الماضية شفته، هلا ثاني مرة بشوفه. شيء مبدع للغاية. كمان حلوة إتقان الحركة أو الرسم اللي عم تطابق حتى مع شكل المبنى، جيد جدا. Love it. Yeah, very very nice. Good experience. لا جدا جميل. التواصل البصري يعني بيعمل كتير إحساس حتى حلو للناس. ما شاء الله كتير حلو وكتير رائع، وإن شاء الله دام يكون شيء أكثر كمان أحلى. الشارقة دائما مبدعة في أشياءها. والله مهرجان رائع جدا، خاصة إنه إضافة كبيرة عمل للشارقة. أتمنى إنه أكثر، يعني أكثر من مرة في السنة يكون، لأنه دائما الشارقة فيها عالم موجودة بتحب تشوف هالأشياء. Next year if this event is going to happen then I will bring down my family from India. ليس غريب على إمارة الشارقة. الشارقة كتير فيها تقدم. I think it's very very good experience to be over here. شكرا للمبدعين.